رجعنا معاكم مشاهدينا، والآن مع المساحة الحوارية الأولى في حلقتنا الليلة. يسرنا في محطتنا اليوم من برنامج مساء الخير الكويت أن نلتقي على الهواء مباشرة مع الدكتور ناصر الجميعان، اختصاصي أول أمراض جلوكوما ورئيس المؤتمر الكويتي ل20 لطب وجراحة العيون. مساكم بالخير دكتور. يا هلا فيك، حياك الله. الله يسلمك. طبعا دكتور سعيدين جدا بتواجدك معنا، راح نتكلم أكثر حول هذا المؤتمر، ولكن بعد هذا التقرير. إذن مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع. إذن في البداية دكتور ناصر، يعني ممكن تعطينا وتعطي سادة المشاهدين نبذة تعريفية عن مرض الجلوكوما؟ أي مرض الجلوكوما هو مرض ومجموعة من الأمراض تصيب العصب البصري بشكل مباشر، بحيث تأثر عليه ما يترك أثر على المجال البصري، ويصير في تقعر في العصب، وبالتالي بالتدريج إذا ما عولج الأمراض أو وقف عند حده ممكن يصيب الإنسان بالعمى. تقدر الحالات عالميا ب 66 مليون شخص مصاب بمرض الجلوكوما عالميا. 10% من هالناس هذول اصيبوا بالفعل بالعمى، اقل شيء بعين واحده من عيونهم. المرض طبعا الماء الازرق المسمى القديم له، وهو مسمى خاطئ ترى بالحقيقه. الناس تظن ان في ماء ازرق داخل العين، وهو ما في ماء ازرق. هو كان الانسان قبل، الناس اللي لاحظوا المرض شافوا ان الانسان يضعف شوفه لما تصير عينه زرقاء، وسبب انه صار في تلف بالعين. العين قامت تتلف ويصير لونها ازرق من تلف العين. لكن ما أزرق ماكو موجود أزرق. في مرضى يجونا يقولون دكتور متى تسحب لي الماي الازرق؟ نعم. وهذا وطبعا من اهم العلاجات له وهو تخفيض ضغط العين، اللي هو واحد من الاسباب اللي يسبب التقعر العصب البصري وتلفه. طبعا المرض له اشكال متعدده وله تصنيفات متعدده، اوليه وثانويه. ممكن يجي بدون شيء اولي كالسكر والضغط بدون اي سبب، وممكن يجي من اسباب امراض ثانيه مثل التهابات العين، مثل مرض السكري نفسه اذا وصل لمراحل متقدمه ممكن يسبب مرض الجلوكوما ايضا. في اعمار معينه دكتور ممكن يصيبهم هذا المرض؟ مثل ما قلنا هو النوع الشائع عالميا هو نوع الزاويه المفتوحه. لكن المرض يجيب اشكال متعدده واسباب متعدده. لكن ممكن يصاب الطفل حتى وهو بالمرحله الجنينيه. ينولد عنده تشوف عينه متضخمه وضغطها عالي، وهو توه جنين يعني، او توه طفل قصدي رضيع. نعم. فممكن يصيب اي مرحله من مراحل العمر، لكن النوع الشائع مثل ما قلنا اللي هو دائما يتشخص من بعد العمر 40 سنه فما فوق، وكل ما تقدم العمر تزداد نسبه او حدوثه الشخص لحدوثه. نعم، يعني اسباب متعدده لمرض الجلوكوما. نعم. او الجلوكوما دكتور. لكن انتم بصدد اقامه المؤتمر ال20 لطب وجراحه العيون، يا ريت تتحدثنا عن هذا المؤتمر دكتور. المؤتمر هذا كان الهدف منه بالاساس هو الاطلاع على اخر التقنيات. المرض هذا قام يصير فيه اهتمام اكثر عالميا فيه، والسبه قام يصير فيه نوع من التكنولوجيا الحديثه والطرق الجديدة اللي ما كانت مستخدمة في السابق. لا. قام الحين يمنا الحين نعالج من داخل العين نفسها، ممكن نزرع قنوات توصل مباشرة من داخل العين إلى خارج العين لتخفيض ضغط العين. قنوات دقيقة مجهرية. هذه كلها الأجهزة هذه طلعت تقريبا نقول بخمس ست سنين اللي طافوا بس. زين. طبعا احنا الحين يعني جل الاهتمام بالتقنيات الجديدة هذه متنوعة بأشكال مختلفة، ما أبي أطول عليكم فيها، بس هذه هي مصب الاهتمام لهالمؤتمر هذا، بحيث أنه نحاول أن نواكب هالتكنولوجيا الحديثة اللي قاعد تطلع بالعالم الحين. نعم. إذن هذا المؤتمر في نسخته ال20 تقريبا. ايه؟ نقدر نقول دكتور أن أهداف وأهمية هذا المؤتمر هو مواكبة التكنولوجيا؟ مواكبة التكنولوجيا وآخر الاختراعات اللي طلعت بالتخصص هذا للجلوكوما بالنسبة حق المؤتمر الحالي هذا. نعم. نعم. أيضا إذا نتكلم عن الجديد في المؤتمر عن المؤتمرات السابقة، يعني دائما كل مؤتمر نشوف أن هناك تجديد وتحديث فيما يطرح في هذا المؤتمر. ما هو الجديد اليوم عندكم؟ هو الحقيقة شوف المؤتمر هذا مؤتمر جلوكوما،
احنا في البحر مركز بحر العيون كل سنه ننظم مؤتمر في تخصص معين. مثل ما انت عارف العيون في تخصصات عديده، نعم. الشبكيه والقرنيه والالتهابات العين والالتهابات العصب البصري والاشياء هذه. فاحنا السنه هذه مصب اهتمامنا على امراض الجلوكوما. نعم، حددت الجلوكوما. حددنا الجلوكوما السنه هذه ومصب اهتمامنا اختلافا عن العام او اللي قبله على امراض الجلوكوما. نعم. نعم، بالنسبه حق الشخصيات المشاركه دكتور في هذا المؤتمر من داخل وخارج دوله الكويت. اي عندنا احنا طبعا خمس زوار جايين من مختلف انحاء العالم. عندنا الدكتور طارق الشعراوي، زين، وهو غني عن التعريف بعالم العيون، مؤلف الكتب طبيه عديده وجراح عالمي في تخصص الجلوكوما، ويانا من سويسرا من جنيف. وعندنا الدكتور باول بلومبرغ من امريكا، هم عنده مجال واسع في التقنيات اللي قلنا عنها الحديثه هذه اللي هي الاجهزه الجديده. وعندنا الدكتور شينغلم من بريطانيا، وعندنا احمد كروماتي من هم بعد من بريطانيا من مستشفى اعوذ بالله اشطاجي من لندن هم. وبعد نسيت احد. وعندنا دكتور باول رفيوز من كندا. هذول الناس كلهم ناس اشتغلت بالاجهزه هذه الجديده، زين، وعندها خبره واسعه فيها. وهذا كان الهدف من يعني دعوتهم لحضور المؤتمر هذا والاستفاده من خبراتهم بالمجال هذا. راح يستفيدون بشكل كبير من خبرتهم طبعا دكتور، لكن يا ريت تعطينا موعد انعقاد المؤتمر وايضا المكان والزمان. اي المؤتمر ان شاء الله راح ينعقد على مدى 3 ايام من الاول الى الثالث من ديسمبر ان شاء الله السنه هذه في فندق الجميره في قاعه المسيله 1، وراح يستمر على مدى 3 ايام الاول والثاني والثالث من ديسمبر ان شاء الله. محاضرات راح تكون؟ محاضرات فقط. محاضرات؟ اي نعم محاضرات. طيب دكتور سؤال، يعني انت قلت ان كل سنه تختارون موضوع معين بالنسبه حق المؤتمر، هالسنه اخترتوا هذا الموضوع، هل يعني لاحظتوا في ازدياد في هذه الحالات بالنسبه لهذا المرض او تعرض مثلا كثيرين لهذا؟ ايش معنى هالسنه يعني اخترتوا الجلوكوما؟ هو مثل ما قلت لك في الاحداثات اللي صارت هذه الجديده، واحده من الاشياء اللي يعني لازم انك تتواكبها التقنيات الجديده هذه. وبشكل عام هو توزيع للتنوع التخصصات على اساس ان اعطى كل واحد حقه بالتخصص ماله، ان كل سنه ياخذون مجموعه من الدكاتره تخصص معين ويعرضون مؤتمرهم. نعم. دكتور وين وصلنا بالكويت بالنسبة لطب الجلوكوما وأيضا جراحة العيون بشكل عام؟ احنا نعرف ان ما شاء الله تبارك الرحمن مركز البحر فيه الكثير من الاستشاريين الكويتيين المتمكنين واللي اليوم ما شاء الله لهم اسم مو بس بالكويت حتى خارج الكويت. وين وصلنا اليوم في جراحة طب العيون؟ والله الحمد لله احنا مثل ما قلت لك يعني هذا المؤتمر واحد من الأشياء اللي خلينا احنا دائما نحاول نحفز نفسنا ان نواكب آخر التقنيات وآخر الوسائل هذه. طبعا مثل ما انتم عارفين تو تم افتتاح مستشفى جابر، وهم راح يكون فيه هناك قسم عيون ان شاء الله على اعلى مستوى. التقنيات احنا عندنا الحمد لله كاجهزه اخر الاجهزه المتوفره، لكن لازم الواحد يكون فكره مسبقه قبل لا يبدي بالعمل الاجهزه الجديده هذه. واحد من اهداف المؤتمر هذا تطلع على الاشياء هذه مثل ما قلت لك. لكن احنا قاعد نقوم بعمليات طبعا جراحات الجلوكوما موجوده عندنا بشتى انواعها، كزراعه انابيب داخل العين، كعمل الليزر لتخفيض ضغط العين، طبعا مع عمليات اللي هي معروفه العمليات الجلوكوما موجوده، وطبعا مختلف جراحات العين من الشبكيه والقرنيه والاشياء هذه كلها تتم عندنا بمستشفى البحر. شلون يتم العلاج دكتور بالنسبة للجلوكوما؟ أيه؟ هو بادئ ذي بدء قاتهم احنا نبدي او شيء بتشخيص المرض. المرض مثل ما قلت لك يبدي صامت بالنسبة حق النوع الشائع، صامت تماما ما يحس المريض بنفسه، ما في اعراض شيء. ما في اعراض. زين فهني نحفز الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بالمرض، اللي عرف ابوه امه اخوه عندهم مرض الجلوكوما السابق، هذا لازم يكون على حرص انه يشيك على نفسه
على الأقل لما يوصل عمره 40 سنة إنه يروح يفحص ضغط من غير أعراض، ممكن يروح يفحص من نفسه هو فقط عشان يشيك. للأسف إحنا تينا الحالات دائما يكون الشخص تقريبا فاقد عينه، الوقت متأخر خلاص. للأسف يعني هذا جل الحالات يجونا على الأقل واحدة من عيونه واصلة إلى 90% تلف، هذه غالبيتها، هذا اللي يخلي يعني قوتهم يعني فات الأوان. ما أحس مع الوقت إنه قاعد يفقد بصره شوي شوي. هذه مشكلة إنه قاعد يشوف بعيونه الثنتين، فعين الثانية تغطي على الأولى، فدائما يكون المرض موجود بالثنتين بس واحدة أقل من الثانية، فاهمني؟ فالمجال البصري ما ينحصر عنده واحد وهو محاسب نفسه. والنوع الشائع هذا يكون صامت، في أنواع تيب ألم. هذا على الأقل واحد نبهه يعني قال له ترى في شيء زين، يجيب ألم شديد وصداع وترجيع وكذي، هذا النوع الزاوية المنغلقة تنغلق عند العين ويرتفع ضغط العين وايد وينه يركض للطوارئ، هذا نقدر نعرف مبكر وهذا يكون عصبه يعني تقريبا سليم. لكن الشخص الثاني اللي مو حاسس بشيء صامت هذا نعم. يجيب عمر مثلا 50 سنة هو بدأ عنده يمكن من 40 سنة عمره ويك 90% من عصبه متواكل. نعم. زين في سؤال دكتور، شنو الفرق ما بين المي الازرق والمي الابيض؟ احنا مثل ما قلنا احنا قلنا في البدايه ان هذا مفهوم خاطئ، ولكن في ناس يعني يقول لك لا في مي ازرق وفي مي ابيض. المي الابيض هو اعتامه في عدسه العين اللي الله خالقها داخل عيوننا، اعتامه تستمر من بدايه يعني العمر توصل مرة يعني الكل راح يلا ماي أبيض يعني هي كهاتهم سنة الحياة الكل راح يلا ماي أبيض، لكن الماي الأزرق لا مرض، مو الكل يلا، مو شرط إن الكل يلا ماي أزرق أو قصدي الجلوكوما بلا صح زين. وطبعا اثنتهم مو ماي، مو لا هذا ماي ولا هذا ماي، هذاك عتامة في عدسة العين وهذاك مرض يصيب عصب العين، فاختلاف شتان بينهم واختلاف المسميات ايضا. انزين ما قلت لنا دكتور شنو العلاج؟ يعني اللي احنا نعرفه انه يقول لك نسحب الماء بس احنا مختلفين في مفهوم مصطلح الماء. هو للاسف احنا العامل الوحيد اللي ممكن نغيره حق مريض الجلوكوما اللي هو ضغط العين، ما نقدر نغير الجينات، طبعا هذه جيناته مولوده انه هو مصاب بالجلوكوما، ما نقدر نغير هالشيء هذا، ما نقدر نغير عمره مع تقدم العمر يزيد الجلوكوما، ما نقدر نغير عرقه وهو للأسف أكثر شيء يكون موجود بالسمر زين. الأشياء هذه كلها عوامل خطورة. نبدي إحنا كعلاج إن نعطيه قطرات تخفض ضغط العين، في عندنا طبعا أنواع وتشكيلات كثيرة من القطرات، ونبدي ويا العلاج هذا تم تخفيض ضغط العين كان بها وتمام، ونتابع المريض إذا لقينا المريض مو قاعد يستجيب ضغطه للقطرات لكن الصوب عاد نروح حق العلاج الجراحي نعم التدخلي. أو ساعات مرضى يقول لك أنا ما أتحمل القطرات، القطرات تسبب له حساسية، تسبب له تآكل بالعين وما يستحملها، هذه واحدة من الأوبشنز اللي يخليها نقول له ممكن نسوي لك عملية جراحة. احنا نتمنى السلامة للجميع دكتور، ونشكرك جدا دكتور ناصر الجميعان اختصاصي أول أمراض جلوكوما ورئيس المؤتمر الكويتي 20 لطب وجراحة العيون، قواك الله ويعطيك العافية. الله يسلمك، شكرا لك دكتور. إذا أعزائي متواصلين معكم ويسرنا طبعا أن نلتقي وعلى الهواء مباشرة السيد طلال العيدان رئيس ميكانة العمل الجمركي والنظم الأمنة بالإدارة العامة للجمارك، وراح يدور الحوار حول ميكانة العمل الجمركي. مساء الخير استاذ طلال، حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير استاذه مشعل، يا هلا مرحبا حياكم الله ونتشرف بوجودنا معاكم تلفزيون الكويت. تسلم ما قصرت. بدايه نود طبعا ان يعني نعطي الساده المشاهدين فكره عن معنى ميكنه العمل الجمركي والنظم الامنه.